تنتهي غدا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس. وفي بيان لها أوضحت اللجنة أنه على مدار 14 شهرا متواصلا جرى مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وأشارت اللجنة إلى أنه بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.